تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلمين يحييكم، السلام عليكم. واحد، لماذا يستقيل الدبلوماسيون الأمريكيون من مناصبهم في ديسمبر 2017 ثم في يناير 2018 ثم في أشهر تالية؟ لقينا كل شوية في دبلوماسي رفيع من الخارجية الأمريكية بيستقيل من منصبه. الكل بيستقيل لأنه مش قادر يتعامل مع إدارة الرئيس ترامب أو مع رئاسة الرئيس ترامب حسب أقوالهم. 2017 آخر العام استقالت دبلوماسية كبيرة من سفارة أمريكا في نيروبي، والتي بتحتج على أن حقوق الإنسان لم تعد ذات أولوية عند الرئيس ترامب، وبالتالي مش هتقدر تكمل في الخارجية الأمريكية في السفارة الأمريكية في نيروبي في كينيا. بعدها بشوية استقال السفير الأمريكي في بنما، وقال برضو أنه هو بيحتج على إدارة الرئيس ترامب وأنه مش قادر يكمل طبقا لأفكار ورؤى الرئيس ترامب، فاستقال من الخارجية الأمريكية. بعد كده مؤخرا يونيو 2018 مش آخر المستقلين، إنما أحدثهم، استقال سفير أمريكا في دولة إستونيا. ولما استقال قال انه مش قادر يفهم رؤيه الرئيس ترامب او يوافق عليها، بيهاجم الاتحاد الاوروبي، شايف ان هو قام لمجرد استغلال امريكا، بيهاجم الناتو، شايف ان هو سيء زي اتفاقيه النافتا اللي عملت منطقه تجاره حره في امريكا الشماليه، وبالتالي حيث ان السفير افكاره كلها ضد افكار اداره ترامب، فراى ان ده الوقت المناسب، حان الان وقت الاستقاله حسب تعبيره. هذا الموضوع حضراتكم يطرح نقاش حول انه اكتر من شخصية بارزة في الادارة الامريكية في البيت الابيض او في الخارجية او في مؤسسات اخرى شايفين ان امريكا بتنحو نحو الفاشية. البعض مش شايف كده، وشايف ان ادارة الرئيس ترامب مفيدة اقتصاديا ومفيدة في تعزيز قوة امريكا في العالم، انما البعض شايف ان في فاشية تولد في امريكا. واشنطن بوست قالت: هل نحن مقبلون على فاشية في أمريكا حقا؟ نيويورك تايمز اتكلمت عن كده هي كمان. كتاب مادلين أولبرايت اللي كانت وزير خارجية فيما قبل عنوانه كده: الفاشية تحذير، إن الفاشية قادمة في أمريكا وإن الفاشية الترامبية تهدد أمريكا. مفيش توافق في أمريكا على إنه في فاشية، ولا توافق في أمريكا إن الرئيس ترامب فاشي، إنما ده اتجاه قوي جدا متصاعد في أمريكا إن أمريكا تفقد تاريخها وروحها الديمقراطية، وقد تكون أسيرة التطورات اليمينية أو أسيرة الجماعات المتطرفة من نازية وفاشية وغيرها. 2-7000 كلمة تركية ذات أصل عربي وبلدية إسطنبول تمحو اللافتات العربية. علماء اللغة بيقولوا إن في أكتر من 6500 كلمة موجودة في اللغة التركية ذات أصل عربي، يعني قرابة 7000 كلمة تركية هي كلمات عربية في الأصل، بقيت عربية أو أنها تم تحريفها من اللغة العربية. إذن المساحة اللي بين العربية والتركية مساحة كبيرة جدا، تزيد على 6500 كلمة بين اللغتين العربية والتركية. قبل كمال أتاتورك كانت اللغة التركية تكتب بحروف عربية زي اللغة الفارسية، إنما في عصر أتاتورك بقت تكتب بحروف لاتينية، إنما بقي للغة العربية مكانة عند كثيرين في تركيا. لما جت موجة اللاجئين السوريين وراح حوالي 3000 سوري أقاموا في تركيا، تركيا أخذت موقف في البداية لصالح دعم هؤلاء اللاجئين ومساعدتهم بكل السبل، إنما فيما بعد يبدو لما الإقامة طولت لم تعد تركيا تتعامل كذلك. في مواقع كتيرة، محطات كتيرة بثت مقاطع الحقيقة كانت صادمة جدا لبلدية غرب إسطنبول وهي بتنزع اللافتات اللي باللغة العربية. كل اللافتات اللي باللغة العربية اللي موجودة على المطاعم وعلى المحلات وعلى المؤسسات التجارية اللي عملها سوريون وعرب في إسطنبول تم نزعها بالكامل
وأجبروهم أن هم لابد يكتبوا باللغة التركية، بعد ما كان في الأول استقبال عالي جدا وترحيب باللغة العربية، هناك موجة تتريك مضادة تجري في إسطنبول. أسبانيا 2018، كاتالونيا وجبل طارق ورائد فضاء وزعيم ملحد. في أسبانيا 2018 تطورات وتغيرات. في أسبانيا 2018 قضية كاتالونيا لم تنتهي بعد. إحنا من 7-8 شهور تابعنا موضوع كاتالونيا، وقلنا إن إحنا تقريبا دخلنا في مرحلة من كمون القضية، إنما دلوقتي 2018 القضية بتصعد من جديد، ودلوقتي في إقليم كاتالونيا حكومة جديدة. الحكومة بتقول إن إحنا هنستقل وهنعمل جمهورية كاتالونيا المستقلة، ودلوقتي الزعيم الجديد سانشيز اللي هو زعيم أسبانيا الجديد، رئيس وزراء الأسباني الجديد، بيقول إن هو هيتفاوض وهيتناقش ويقعد على طاولة حوار مع الناس اللي في كاتالونيا، إنما البعض بيقول قد ينتهي الأمر فعلا بانفصال كاتالونيا كجمهورية مستقلة. لو حصل ده هو ضعف لكاتالونيا وضعف لمملكة أسبانيا. كاتالونيا خمس الاقتصاد، 20% من اقتصاد أسبانيا، لما تشيل 20% من الاقتصاد طبعا يبقى فيه تأثر كبير جدا. إنما كمان كاتالونيا هتفقد قوة المملكة الأسبانية والسوق الأسباني والصناعة الأسبانية، وبرضه هيكون عندها صعوبة كبيرة جدا تدخل الاتحاد الأوروبي فيما بعد. هيبقى خسارة للطرفين، خسارة لكاتالونيا وخسارة لأسبانيا. لكن أسبانيا في مفترق طرق، لأنه ممكن 2018 ينتهي الأمر بانفصال إقليم كاتالونيا وعاصمته برشلونة، وفي هذه الحالة هنكون إذا أسبانيا أضعف وكاتالونيا أضعف، ده أحد حيات تواجه أحد التحديات التي تواجه الزعيم الجديد. أيضا ضمن المتغيرات جبل طارق. جبل طارق دي منطقة جنوب أسبانيا البحر المتوسط قدام المغرب مباشرة، المفروض أنها أسبانية لكن فيها احتلال بريطاني. بريطانيا لا ترى أن ده احتلال، ترى دية الأقاليم البريطانية وراء البحار. أسبانيا ترى أن ده احتلال، وفي صراع بين أسبانيا وبين بريطانيا على جبل طارق بقاله سنين طويلة جدا. الأزمة من فترة اشتعلت من جديد، الأسبان قربوا من الروس. تايمز البريطانية قالت أن الأسبان سمحوا للروس أنهم يمولوا حوالي 60-70 سفينة عسكرية وغواصة في ميناء سبتة المغربي المحتل أسبانيا لدعم الأسطول الروسي. جدل كتير جدا وخلافات كتيرة جدا أساسها أن الأسبان عايزين جبل طارق، والإنجليز بيقولوا جبل طارق جزء من بريطانيا مش هيروح لأسبانيا. لو خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هيخرج أو هتخرج منطقة جبل طارق، وده هيعمل قلق للأسبان، وده تحدي جديد قدام الزعيم الجديد سانشيز. إنما هو بيحاول أن يدي أمل، فالحكومة الجديدة فيها رائد فضاء أسباني، هو أهم رائد فضاء في أسبانيا. هذا الرائد هو هيكون وزير العلوم في الحكومة، ورائد الفضاء ده هيدي ثقة أن العلم ليه أولوية كبيرة جدا في حكومة سانشيز. إنما سانشيز نفسه لفت الانتباه مش بس عبر هذه القضايا، إنما عبر تاريخه السياسي. هو عضو ثم قيادة في الحزب الاشتراكي الأسباني، بعد كده بقى الأمين العام لهذا الحزب حتى أصبح رئيسا للوزراء. خريج جامعة بروكسل الحرة، وبعد كده اشتغل في السياسة، ابتعد فترة ثم رجع رئيس للحكومة. إنما وسائل الإعلام كلها في العالم اهتمت أكتر إن لما جه يؤدي اليمين الدستورية رفض إن هو يكون موجود الكتاب المقدس الإنجيل، ورفض وجود أي صليب يكون موجود أثناء وهو بيؤدي القسم، مش عايز أي مظهر من مظاهر الديانة المسيحية، وبالتالي عبر عن إلحاده وأنه هو مش مسيحي وإنما ملحد، لا هو عايز الإنجيل ولا عايز أي صليب أثناء أدائه لليمين الدستورية. ده لفت الانتباه في وسائل الإعلام كتيرة جدا، لأنه أول زعيم ملحد لأسبانيا، لأن كل الزعماء اللي موجودين قبل كده هم زعماء مسيحيين أغلبهم كاثوليك. في كل الأحوال سانشيز
زعيم اسبانيا الجديد اللي هو رئيس الحكومة المشكلة من أكثر من طرف، لكن هو الحزب القوي في هذا الائتلاف، قدامه تحديات كتيرة جدا بعضها فكري على أثر النقاش كيف يحكم ملحد دولة كاثوليكية كبيرة، بعضها استراتيجي متعلق بالصراع مع بريطانيا حول جبل طارق، أو الصراع مع الحركة الانفصالية في كاتالونيا برشلونة، أو تحديات اقتصادية كبيرة جدا. أسبانيا عدت 7 سنين عجاف لغاية ما السياحة رجعت بقوة، 75 سائح رجع إلى أسبانيا، ده اللي عوم الاقتصاد أكتر، إنما في كل الأحوال لسه في أزمات اقتصادية، جبل طارق، برشلونة، كاتالونيا، تحديات تواجه سانشيز الذي أصبح زعيما لأسبانيا. سفينة نوح في كنتاكي. سفينة سيدنا نوح عليه السلام ملهمة لناس كتير جدا في التفكير والتأمل والتدبر والقراءة والبحث. وقصة سيدنا نوح عليه السلام والطوفان الذي أطاح بالكافرين الذين لم يستمعوا إلى رسالة سيدنا نوح عليه السلام هي موجودة في القرآن الكريم وموجودة في الإنجيل، وهي موضع إيمان إسلامي ومسيحي على السواء. إنما سفينة نوح في جدل كتير جدا بشأن مكان السفينة، راحت فين السفينة، طبيعة السفينة. في بعض المؤرخين الإسلاميين وبعض الإعلاميين اللي عملوا استقصاءات وإحصاءات وتحركوا في أماكن مختلفة قالوا إنها موجودة في أماكن مختلفة بقاياها وألواح منها، لكن العلم لم يؤكد ذلك حتى الآن إن في بقايا من سفينة سيدنا نوح عليه السلام أو لا. إنما في أمريكا مجموعة من المسيحيين المتدينين معاهم رجال أعمال صمموا سفينة هي بالضبط سفينة سيدنا نوح كما جاءت في الكتاب المقدس. خدوا نفس الأحجام ونفس الطول ونفس الطريقة التي وصفت بها سفينة سيدنا نوح في الكتاب المقدس، وعملوا سفينة زيها بالضبط اللي صورها على الشاشة قدام حضراتكم، ودي صور من CNN. هذه السفينة هيزورها 2 مليون زائر سنويا، وموجودة في ولاية كنتاكي الأمريكية. الموضوع ده عمل جدل كبير جدا. هذا الجدل ليه أبعاد مختلفة. نمرة واحد، علمانيين، الطيار العلماني طلع وقال ليه ولاية كنتاكي تدي مزايا ضريبية لموضوع ديني زي ده، ده بيزنس ما ياخدش المفروض أي مزايا ضريبية. 2، الملحدين، التيار الإلحادي في أمريكا طلع وقال انتوا كده بتعلموا الناس الجهل، لأن هذا الكلام يخالف العلم، وهم طبعا كملحدين هم خصوم للكتاب المقدس وما جاء في الكتاب المقدس. وطبعا في معركة خاضها الملحدين مع هذه السفينة، لأن هذه السفينة اللي صمموها تكلفت 100 مليون دولار، وضعوا فيها من كل زوج 2 قدر الإمكان كما جاء في القرآن الكريم وكما جاء في الكتاب المقدس. إنما هم بالنسبة لهم كما جاء في الكتاب المقدس. اللي صمموا هذه السفينة حطوا من كل زوج 2، فمنها الديناصورات. فالملحدين والطيار اللي هو دارس الساينس والعلم قال إنه الديناصورات انتهت واختفت من 65 مليون سنة. قصة سيدنا نوح عليه السلام من آلاف السنين. فقصة سيدنا نوح والسفينة والطوفان ما كانش موجود أصلا ديناصورات، فانتوا جبتوا ديناصورات منين؟ طبعا الرد على ذلك إن الكتاب المقدس بيقول إن ربنا خلق العالم من 6000 سنة، وبالتالي وقت سيدنا نوح كان موجود ديناصورات. الطيار الآخر بيقول لأ، دي انقرضت من 65 مليون سنة، وإن العالم خلق من ملايين السنين. هذا الجدل بين الطيار المعادي للكنيسة والكتاب المقدس وبين أنصار وبين المؤمنين بالكتاب المقدس واللي عملوا هذه السفينة موضع نقاش في أمريكا. إنما التحليل اللي كمان مهم وبارز في هذا السياق اللي هم الناس الاقتصاديين اللي هم يهمهم أكتر هياخدوا كام من هذا الموضوع. فالاقتصاديين قالوا دي فكرة ربحية مذهلة، سواء الناس دول بحسن نية أو إن هم عايزين يكسبوا فلوس عملوا سفينة على غار سفينة سيدنا نوح، إنما ده مشروع مربح جدا. ليه؟ السفينة تكلفت، هذه السفينة تكلفت قد إيه؟ تكلفت
100 مليون دولار. طيب هيزور السفينة دي كل سنة كام؟ 2 مليون شخص، طبعا أكتر من الأهرامات كتير جدا. ال 2 مليون دول لو كل واحد صرف 100 دولار، 100 دولار فقط هو رسم دخول مقتنيات كلام زي كده، على الأقل 100 دولار، يبقى كام؟ يبقى حوالي 2 مليار دولار في السنة. فدول ناس عملوا سفينة ب 100 مليون دولار هيكسبوا في السنة الأولى 2 مليار دولار، وهد بقى كل سنة 2 في 2، شوف الأرقام الخرافية. يبقى إذن في صراع فلسفي وفكري وعقيدي حول هذه السفينة، إنما في بيزنس على جنب إنه بغض عن هذا الصراع، ده مشروع اقتصادي مربح للغاية. طائر العقاب، الطائرة المقاتلة في السماء. في أستراليا في منتزه، في هذا المنتزه في يوم الطيور، الطيور موجودة في هذا المهرجان بتنظمه الحكومة في أستراليا، لكن الناس اتفاجئوا إن طائر العقاب اللي نبتوا عليه النسر، بالمناسبة الترجمة الإنجليزية للعربية خطأ، طائر العقاب مش هو النسر. والجرأة والشجاعة والاقتحام وكل دي من صفات العقاب وليس من صفات النسر. في كل الأحوال طائر العقاب ده نزل وخطف طفل، طبعا يقدر يشيل طفل بالكامل، وكان خلاص هياخد هذا الطفل إلى بعيد ويأكل هذا الطفل، لكن نتيجة بقى الملابس أو ما إلى ذلك سقط هذا الطفل، والناس كانت بتجري بتحاول تنقذ الطفل من طائر العقاب اللي هو شهير عندنا بالنسر، لما نزل هذا النسر أو العقاب علشان يخطف هذا الطفل. استدراك في القصة السابقة، أنا قلت لحضراتكم أن سفينة سيدنا نوح عليه السلام أو السفينة التي تمثلها في كنتاكي في أمريكا 2 مليون زائر سنويا، وكل زائر لو 100 دولار يبقى الرقم 200 مليون دولار أو 2 مليار جنيه، إنما أنا في التمييز استخدمت مرة الدولار أو الجنيه فلازم التنويه. عودة إلى القصة التي بين أيدينا، طائر العقاب. طائر العقاب هو فيه بطولة، فيه شراسة، لما كان عند العرب كان رمز صلاح الدين الأيوبي، عند الغرب كان رمز نابليون بونابرت، طبعا هو عنده قدرات خارقة جدا، إنما من أول البداية هو شرس للغاية. ليه؟ لأن طائر العقاب بيبان كأنه طيارة، هو قد طيارة صغيرة لأن الأجنحة بتاعته تصل إلى 3 متر، وشرس جدا ويقدر يسقط حيوان زي الذئب، يعني يقدر طائر العقاب أو النسر اللي مشهور عندنا هو نسر يقدر يلتهم ذئب وهو ماشي ويلتهم حيوانات كبيرة. البداية إن أنثى العقاب بتضع بيضتين، اللي يطلع الأول بيقتل أخوه التاني، يعني إذا ما يطلع اتنين أجنة العقاب أول بس ما يخرج التاني يخرج من البيضة التانية الأولاني يقتله، والأب والأم متواطئين وموافقين على كده. فالبداية شرسة لهذا الطائر الفظيع، هو من رتبة الجوارح، عملاق زي ما قلنا، عنده منقار مخيف جدا يقدر يلتهم أي لحوم ويمزقها، وعنده قدرة للسيطرة على أي خصم. وطائر العقاب زي ما قلت لحضراتكم موجود في أكتر من علم لدول عربية وغير عربية، وكان رمز لصلاح الدين الأيوبي ولنابليون بونابرت، هو يشبه طائرة صغيرة بيعيش أحيانا لغاية 100 سنة. تخيل الطائر ده ممكن يصل إلى 100 سنة نمط حياته. طائر العقاب في مشاهد كتيرة جدا من هذه المشاهد اللي بيقدر بطريقة مفزعة ومخيفة يسقط حيوان كبير من أعلى الجبل ويلتهمه بلا هوادة حين يهبط قتيلا إلى الأسفل. حافظ الله الجيش، حافظ الله مصر.